طبيعتي أنا كنت إنسان فدا وبديت في الولاية كاف المنطقة الأولى ناحية ثانية، وكان الناس اللي راهم مازالوا في الحياة ماتوا كاع، مازال بالمرابط حسن راه متقاعد جنرال. واليوم جرينا للجزائر باش تكفينا وتقد أحوالنا، لا من ناحية سكن، لا من ناحية المعيشة، لا من ناحية حياة الإنسان. إحنا نظن مقبولين، أولادنا مقبولين، عائلتي كل مقبولة، مشردين ما عندهم لا مستقبل، لا خدامين في الدولة ولا خدامين في الشركات. راه اليوم كل واحد واش يفكر يجيب عشاء، واللي ما فكرش يبات بلاش. ولكن ماشي أنا للغير، غير وليداتي اللي راهم راحوا ضحية. إحنا قلنا نخدموا بلادنا وترجع لكرامتنا، ولكن اليوم تهانت كرامه الانسان، تهانوا بعض الاخرين وتعزوا بعض الاخرين، بعض الاخرين طلعت بهم، وهذه هي حسنت الحياه. ومن بعد من الجزائر الحبيبه انا خذيت وقعت لي حدث في سنه 63 اون 63، بقيت 13 في السبيطار ومن بعد منين خرجت باش نصلح الامور تاعي تاع الثوره الجزائريه، العمل الصالح اللي خدموه الرجال المخلصين. الصبحت لقيت الإدارة راهي مجمدة وراهي مغلوقة سيسبوندي جيسكانيفولور، اللي انت حقو دا واللي ما داش حقو تلاهو لي. اليوم حنا روحنا ضحية، حنا روحنا ضحية في ديال من؟ في قبل من؟ وفي خاطر من؟ هل ترى اليوم البلاد راهي كلا وخرين عاشو وخرين محرومين؟ اليوم نطلبوا من الدولة ورجال المعنيين يضروا حالتنا. السكن ما عندناش، المعيشة ما عندناش، ضعيفة. والبابور تعطي لي لاكازورات 500 ألف شهر، واش دير لي 500 ألف؟ ناخذ بالدليل وكل شيء راه بالثبوت. من الثورة الجزائرية الشاطو ناف اليوم روح، اليوم روح قال لك هذا القانون راه مجمد وما عندوك وقتك، هذول راهم خبيهم حتى آخر الدنيا. ما عرفناش اليوم اللي ما نشكو، إلا نشكو لرئيس الجمهورية وإلا المدير العام، كتبت للديريكتور تاع ليزونسيي المجاهدين، الوزير قدام، الوزير ما واجبنيش، ما واجبنيش المجلس. اليوم لما نشكو وشكون يعطينا حقنا؟ وشكون يقبلنا؟ وشكون يرحمنا؟ أنا نظن هذه هي بلادنا، الحياة تاعنا نعيشوا فيها، نقتلوا فيها، نموتوا فيها. واليوم ورانا رايحين بهذا التجميد اللي راه مجمد القوانين نتاع البشر، ما عندنا حتى حقوق. وين نروح؟ وين تروح؟ يقول لك روح في الولي، روح لهيه، او مخلوق الباب، او كذا او كذا. احنا روح لمير الكبير قال لي عندك بيت وكوزينه، احمد ربي وشهر عندك بيت وكوزينه. المير ما فهمنيش، المير شربني، والولي راه قال لك هذه هي الحاله اللي دا بكري دا، او عندي ميم من 76 من اللي دار الدوسيات في البلديه، ما دام ساطور راهي راحت وراهي في قيد الحياه. الا هذا السيد المير ما واجبنيش، والروح يقول لي بزاف عليك. ولادي كيف قال لك ولادك اللي هم ربي، يعني ربي للجميع ماشي واحد واحد. هاي الحاله تاعي، هاي الوضعيه تاعي، هاي الحاله تاعي كيفاه في الجزائر ما عندي حتى حقوق، دوبي باراليزي، ما عنديش ميبا. رحت رحت لهذاك الوزير اللي كان الاول تاع السوسيال، قال لي يا ودي اعطيني موم وطوبه نقضي. قال لك احنا نمدوها اللي خدام ولا يقرا. هل ترى كيف نجلس والحين؟ كيف نتقرض على همومي؟ كيف نمشي بالكرسي ارولو في جيد الحمار؟ والا البلديه اللي نروح لها نسيب روحي، نسيب روحي بعيد على على الأسرة الجزائرية. راني كونسيرت، راني من 68 من 68 50 سنة، واليوم راني كبرت العائلة تاعي بوليداتي بولاد ولادي، ضغط الروح. رانا وين نشكيو؟ هذا العمارة ما حبوا يبينونا وشكون مولاها، لو بي جي باعت، ومن بعد ما باعت حنا بقينا في الدلالة. الولي ما تحمل مسؤوليتنا، شاف الدايرة ما تحمل مسؤوليتنا، البلديه ما رفدت مسؤوليتها. حنا درك تكرنا حابين يفرجوا علينا ويسعوا على ولادنا ويشوفوا الحاله نتاعنا، وين الوضعيه نتاع الكونسيرج هذا، واش راح يخرج،
وين نخرجوا وين المخرج نتاعنا. اليوم نطلب رب العالمين والناس الطيبين والناس الملاح، الجزائر حبيبه حبيبتنا كاع، وامنا الجزائر الحبيبه، ما عندناش حتى بلاد اللي تربطنا غير الجزائر. اليوم نطلبوا رب العالمين الناس اللي هما الاطارات اللي فيهم المعنى والغيره يشوفوا لهذا الطائفه اللي راهي ضايعه، يصلحوا امورنا. ما نبقاوش احنا مهمشين ولادنا مهمشين. راه اليوم اللي نوض يقول لك هذا نسلم ملكي انا. اليوم شاف لوكاتير عنده الكرلاجه في الدار يقول نسلمها. هل ترى هذا حق؟ هل ترى هذه هي العداله؟ هذا حق الانسان؟ انا بعرسي يجي واحد يهددني يقول لي ندخل نسلمك. واش تسلمها يعني ندير الفيشطه هنا؟ ندير الفيشطه في وسط ربع راسي؟ هل ترى تلح عليا الحرمه؟ تلح عليا كرامتي تروح؟ اليوم نطلبوا الدوله ترجعنا كرامتنا. رجعنا سيادتنا كما رجعتهم الاخرين. راه الناس الاخرين بعت لهم وكرهت لهم. يا خويا وبابا خالتي عايشين في دار واحدة، عندنا نشال في سانيتيغ، عندنا دخلة واحدة، ورانا نسولو صوتو مع الناس، حاجة اللي يخدم حاجة فوق كسر الدار ما كان والو، دخلنا الما كلشي، مسكينة شحال خطرة، لوبيجي لابارتو، بلدي سي محمد على بالهم عنده الدوسي، جاو داروا كات أشطوة، أوكي ما كان والو. شحال راكو هنايا؟ راك بولادك هنا؟ بولادي. زاد كوميان بيرسون هنا؟ والله يبارك. شحال كان؟ انا عندي خمس ولاد. كل واحد عنده بيت. واش عندك؟ بيت واحدة. عندي بيت كبيرة دزنا بها. وخلي ولادي وخلي كل شيء. دونك دوزنا انا ندوزو في حاجة ما عندي ما تخدم. هاي ثلاثة ربعة عليها. ما نهار بلا نقص حاجة. شكيت برونا عرفت واش عرفت ندوزو ماكيسي. ما غسي ديفيسيلمون افيك بليزيور دومون. يا كيسي فابور. يا اوكي سو. وانا نشوف الحالة غير تزيد ونقول حاجة. مالاش عايش. مالاش. بكل صراحة كل ما يدخلنا و حاجة نشوفو خويا هنايا اوني 1 2 3 4 5 بيغسون في البيت هادي في البيت هادي اوني 7 اون الله يبارك 7 الله يبارك فوالا ويدي ما يدخلش ما يدخلش كان جوج ثلاثة فاصل هنا جا سكنة البروبليم تاع هنا تاع وليدي ما يدخلش البيت بالك على السكنة ما عنديش والو ضيق بزاف إلي جاني فوالا بكل صراحة إلا 18 ان 19 بون وعندي 11 وعندي وما هكذا قال لي دي بروميس ما كان والو دابا كتشوف لا سيتياسيون كوم اني دو وانا نخدم على سكور نخدمها جو غيبار الحمد لله بفضل الله نخدم وكل ما تخصني حاجه نعاودها بس صح كان تكتب بالبواد هنا كنا ما كانش وكتبوا شي الحاله الما يدخل حتى لهنا الا نضاصا تدخل حتى لداخل حتى لداخل الدار تدخل لداخل هادي ماشي كوزينه هادي سان كولوار سان كولوار سان كولوار سان بتي كولوار سان بتي كوان انا سكنتو
هذا كل ورد كل وردت فيه كوزين زين ما عندكش وين هاكا ما عندو عندك لي مون كوزين شوف تخبيت حتى شوف ادخل وشوف لو يدخل الماء شوف الماء يدخل من تحت شوف البلافون كيفاه اه والبلافون اه شوف لي غا سيزو كي وشوف اللي خبيت لك البوفي تاع لي مون كوزين اللي خبيته جا ميناجي كل حال دي فاصون شوف في داك تشي توقف اسكو تي بوفي ها سي با اه هذه كوزينه تاع سبعه تاع فاميليا والد الدار اي شومبر هذيك شومبر صغيره تاع شو ديك هذا كيفاش نقول لك هذا الكوزينه كاش وين تقول انا هاد لا شومبا هادي كنت نرقدوا فيها انت هذه واش كاين هذه دوزنا و شمطايش باسكو ما عندك وين دير ما عندك وين دير ما كاش وين دير في الجدار هذيك الحاله شو ديجا شتي شومبا الكوزينه كبيره ما تقدر ما عندهاش سباس وين ديرها اه درتو في الجدار في ما كاش ما كاش في الصالون ودوزان بارتو باسكو يا طول ما هو كاش وين كاش وين توقف خويا على خوك ماكش توقف هذه شوف شوف انا ديما تكاري ما خرجتش من بارتو هذه مو مندير كوزينه اللي تاع الشومبا اه كيس تكون اه هنا شحال كاين بيرسون هنا يباتوا يرقدوا انا ولادي رانا ثلاثه ثلاثه اربعه خمسه في هذا البيت هذه ترقدوا بين خمسه الله يستر ومن الفوق قلت لي شنو الانترنت اللي كنت شوف والما يدخل طونزون طون ميخرا خدمتها خدمتها سيما كيما هكذا شتا وراه هنا شحال فيها لا شومبر هذيكم يا ما با دي ما ما با نتنات ما با شوف دو سي طوال ما فيها ستا سي مت كاي فيها ستا يبان وفي الجدار هنا الو هذا تاع لا كوزين اه تما ما كاش بلاصه درتو هنا لما بكا كيما خرجت